السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثامن لمقرر الشركات في الاقتصاد الإسلامي. أخذنا بعض الموضوعات وبعض المسائل في اللقاءات الماضية، ومن المسائل في هذا المقرر السندات. وسنأخذ تعريف السندات وحكم إصدار هذه السندات أو تداول السندات. السندات هي صكوك قابلة للتداول متساوية القيمة، تصدرها الشركات وأحيانا تصدرها الدول، تثبت لحامليها ديون طويلة الأجل في ذمة المصدر، وتكون لهم فوائد سنوية ثابتة. إذن الفوائد يعني هي فوائد سنوية ثابتة في السندات. هذه السندات هي قروض، قروض بفوائد، هي قروض بفوائد. وما حكم القرض بفائدة؟ ما رأيكم؟ نعم، لا يجوز تداولها. أحسنتم. يكاد يجمع المعاصرون والهيئات العلمية والفتاوى الشرعية المجامع الفقهية على أن السندات تعد قروض بفوائد، والقرض إذا كان بفائدة فإنه محرم في الشريعة الإسلامية للقاعدة المعروفة المشهورة عند الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فلو قال لك شخص: أنا سأعطيك مثلا 50,000 ريال على أن تردها لي بعد سنة 60,000 ريال، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا محرم، قرض بفائدة إذن يعني فيه ربا. إذا قال شخص: أنا أقرض يعني أعطيك 50,000 أو أقرضك 50,000 ريال على أن تردها لي بعد سنة، فالواجب هو ردها 50,000 ريال، 50,000 ريال، أما حتى يكون قرض يعني مشروع. أما إذا طلب المقرض زيادة على ذلك فهذا هو القرض
المحرم، فهو يحرم إصدار هذه السندات ويحرم كذلك تداولها. والبديل عن هذه السندات هو الأسهم، الاكتتاب في الأسهم. طيب، إذا حال الحول على هذه السندات، هل فيها زكاة وهي محرمة؟ ما رأيكم؟ إيش رأيكم؟ تجب فيها الزكاة، نعم، تجب فيها الزكاة، لأنها دين مرجو سداد، كونها محرمة لا يمنع من وجوب الزكاة فيها، بل تجب الزكاة في رأس المال، أما الفوائد والربح السنوي لها فهذا يجب إخراجه والتخلص منه كاملا، لأنه لا يباح، وهو صريح الربا. طيب، هناك أشياء تنتهي بها الشركة المساهمة، تعطونا أمثلة لها؟ نعم، إما بهلاك رأس المال أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله أو اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء المدة أو موت أحد الشركاء. موت أحد الشركاء هذا يعني ليس كسابقه، وإنما تنتقل إلى الورثة، لأنها شركة أموال لا شركة أشخاص. طيب، من أنواع الشركات المعاصرة شركة التوصية بالأسهم. وشركة التوصية بالأسهم تعرفها بأنها هي الشركة التي تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين شخصيا في أموالهم عن جميع التزامات الشركة، ومن شركاء مساهمين. هؤلاء الشركاء المساهمون لا يسألون عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصصهم في رأس المال.
عندنا كذلك من أنواع الشركات، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي مزيج من شركة التضامن وشركة المساهمة، تجمع بين مزايا شركات الأشخاص ومزايا شركات الأموال. طيب، ما أسباب يعني اتجاه الناس لهذه الشركة، شركة ذات المسؤولية المحدودة؟ الناس يتجهون لها لأسباب ومبررات، تذكرون شيئا منها؟
الصوت واضح الحين؟ عارف الصوت واضح؟ زين انقطع عندي. طيب توقفنا عند أسباب تكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة. مرام قالت من أسباب ذلك الهروب من إجراءات إنشاء الشركة المساهمة، لأن إجراءاتها صعبة وطويلة وتحتاج إلى إجراءات نظامية لابد أن يمر بها هؤلاء، يعني من أراد التأسيس لابد من مرسوم ملكي، لابد من موافقة مؤسسة النقد، كذلك موافقة وزارة التجارة وعدة جهات حكومية كثيرة، كذلك إجراءات يعني بعض الإجراءات الطويلة نوعا ما. أيضا يعني يرجعون لهذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة للهروب من ما تقتضيه الشركات التضامنية من المسؤولية غير المحدودة. واضح؟ أيضا عدم تأثر الشركة بموت أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الأسباب التي قد تلجئ المساهمين إلى الأخذ وتأسيس الشركة بكونها ذات مسؤولية محدودة. من أنواع الشركات كذلك هي الشركة القابضة. والشركة القابضة ليست شركة مستقلة، بل هي وصف لبعض الشركات المساهمة، وصف تستحق هذه الشركات لقوتها ونفوذها، فلذلك يطلق عليها الشركة القابضة. فالشركة القابضة ليست قسيما للشركات الست التي ذكرناها قبل قليل، وإنما هي وصف تتصف به بعض هذه الشركات المساهمة. الشركات الست التي ذكرناها تنقسم إلى قسمين، شركات أشخاص وشركات أموال. شركات الأشخاص ما هي؟ ما هي شركات الأشخاص؟ طيب نقول مرة أخرى، ما هي شركات الأشخاص وما هي شركات الأموال؟ اليوم الحضور قليل، ما أدري ما السبب عكس الأسابيع الماضية، وش السبب؟
أيوة المحاصة تضامن. طيب، شركات الأشخاص هي شركة التضامن والتوصية البسيطة وشركة المحاصة. شركة الأموال هي الشركة المساهمة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة. طيب، أيضا من أنواع الشركات الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير. أيضا من أنواع الشركات الشركة التعاونية. الشركة التعاونية لها خصائص تميزها عن غيرها، فمنها أنه يجوز أن تتخذ حصص الشركاء على شكل أسهم، ولا يجوز التنازل عن الحصص إلا بموافقة مجلس الإدارة، ويجوز أن يمنع عقد الشركة أو نظامها هذا التنازل. كذلك إذا انسحب أحد الشركاء أو فصل من الشركة أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يحصل هو أو ورثته على أكثر من قيمة هذه الحصة المقدرة، وإنما يعني على يكون على أساس الميزانية يعني التي فيها الانسحاب أو الوفاة، مخصوما منها نصيبه في خسارة أو من قدر رأس المال. كذلك يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الأرباح الصافية، يحددها عقد الشركة بشرط ألا تزيد على 6% من رأس المال المدفوع. وهي شركة جائزة لا بأس بها. أيضا عندنا شركات التمويل، وهي الشركات الحاصلة على ترخيص ممارسة نشاط التمويل من غير البنوك. طيب، أما شركات التأمين فهي الشركات المساهمة التي تمارس نشاط التأمين وإعادة التأمين على اختلاف أنواعه ومجالاته، لأن التأمين له مجالات كثيرة جدا في هذا الزمن. فينقسم التأمين من حيث شكله إلى نوعين رئيسيين،
تأمين تعاوني وتأمين تجاري. حكم التأمين التعاوني هو الجواز، وعليه كثير من المجامع الفقهية والهيئات والعلماء المعاصرين. أما التأمين التجاري فاختلفوا فيه على قولين، والأكثر على منعه وعلى تحريمه. طيب، في أي سؤال عن المنهج؟ غريبة، كما ذكرت لكم اللقاء هذا الحضور فيه فقط 2 بعكس الأسابيع الماضية. اختبارات الأسبوع القادم صح، وليست هذا الأسبوع. أنا لم أذكر جزء بسيط من المنهج، ذكرت لكم مرارا بأن يعني الهدف من اللقاء الحي هو سماع ما لديكم من أسئلة واستفسارات، لكنكم أسئلتكم قليلة جدا ما تسألون، فيعني حتى ما يكون اللقاء نجلس هكذا ساكتين، فأخذ بعض المسائل ومر عليها مرور سريع حتى أشوف معلوماتكم وتسألون. هذا هو القصد يعني، ولا المادة يعني موجودة بين أيديكم ومشروحة بالكامل صوتيا ومرئيا، هذا الشيء ذكرته لكم سابقا. طيب، أهم العناصر يعني المفردات في هذا المنهج، ويعني اللي أخذناها سابقا في الأسابيع الماضية، هو أركان الشركة وخصائص الشركة بشكل عام، وكيف تنعقد الشركة، الصيغة القولية والكتابية، وكذلك شروط الشركة أخذناها، ثم كيفية انتهاء الشركة. انتقلنا بعد ذلك إلى أنواع الشركات، وعرفنا أن الشركات منها ما هو شركات قديمة معروفة عند الفقهاء تسمى بالشركات المسماة في الفقه الإسلامي، مثل شركة العنان وشركة الأعمال والمضاربة والمفاوضة. كذلك انتقلنا إلى الشركات المعاصرة، وعرفنا أنها تنقسم إلى تقسيمات عديدة بعدة اعتبارات، وأخذنا بعض أنواع الشركات المعاصرة، وذكرنا بأنها تنقسم إلى نوعين أساسيين، شركات معاصرة للأشخاص وشركات للأموال. بعد ذلك أخذنا خصائص هذه الشركات ونظام يعني الشركات في السعودي، وخصائص كل شركة من هذه الشركات، منها شركة مثلا ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية. وعرفنا الحكم الشرعي والفقهي لكل شركة من هذه الشركات، وكلها تعتبر شركات مباحة وجائزة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. أيضا من الشركات التي مرت بنا الشركة القابضة، وهكذا، وهذا قلنا سابقا عنها بأنها وصف لها. كذلك الشركة يعني شركات التمويل، والتي تمارس نشاط التمويل من غير البنوك. نعم، ثم أخذنا حكم شركات التمويل بحسب نوعه. عندنا شركات التأمين بحسب نوعه، عندنا شركات التأمين التجاري وشركات التأمين التعاوني. هذه هي أبرز
الموضوعات الرئيسية في هذا المقرر. بهذا نكون يعني أخذنا النقاط الأساسية ومررنا على موضوعات هذا المقرر، وننتظر إذا كان لديكم أسئلة أو استفسارات حول هذا المقرر فنسمع منكم. نعم، هذا هو اللقاء الثامن، ولقاءات هذا المقرر 8 لقاءات. طيب،
طيب إذن هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.